إلى شهر من الآن، ليبيا إلى مربع جديد من الأزمة السياسية بعد أن أصبح إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها حديثا من الماضي، لتبدأ الأطراف الليبية طبعا مؤخرا مرحلة جديدة تركز على معالجة العقبات القانونية والسياسية التي تقف أمام الاستحقاق الانتخابي. المفوضية رأت أن مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا على مسار العمليات الانتخابية لاعتبارات عدة، ما وصفته وقول بقصور التشريعات الانتخابية في ما يتعلق بدور القضاء أيضا والنزاعات الانتخابية، لكن قرار التأجيل فتح الباب للاتهامات بالتقصير والتدليس وجهلها طبعا بعض الأطراف للمفوضية. هل يتم الالتزام بالموعد الجديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا ومن يدير المرحلة الفاصلة؟ ينضم الآن معنا وعبر تقنية سكايب محمد اليمني، محلل سياسي مختص في الشأن الليبي. أهلا بك معنا سيدي. تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. مرحبا سيدي الكريم. تم تحديد تاريخ 24 من شهر جانفي المقبل، تاريخ وموعد، هل تراه منطقيا وما الضامن سيدي بأن الأطراف ستلتزم به؟ أنا أرى من وجهة نظري أن الأزمة الليبية هي أزمة كبيرة جدا ومفترق طرق للليبيين، والانتخابات الرئاسية المفروض التي كانت تعقد اليوم الجمعة الموافق 24 من ديسمبر، ولكن لم تعقد هذه الانتخابات ودخلنا بالفعل إلى مربع الصفر من أول وجديد. ولكن ما هي السيناريوهات التي تلعب عليها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة؟ يعني كما نعلم أن ستيفاني ويليامز هناك في ليبيا منذ أسبوع أو أكثر، يعني جلست مع بعض القيادات أو معظم القيادات المتحالفة هناك، سواء كان في شرق ليبيا أو في غرب أو في الجنوب. هذا من جانب. أما من جانب آخر، أنا أرى أن السيناريو القادم أن تأجيل الانتخابات إلى شهر أو شهرين، ولكن أنا أرى أيضا من وجهة نظري أن هذه الانتخابات الرئاسية لم تقم في موعدها المحدد. لماذا لم تقم؟ لأن بعد إعلان هذه الانتخابات منذ سنة خرج علينا من خرج وقال إن هذه الانتخابات ينقصها أشياء كثيرة جدا، مثل القاعدة الدستورية وأيضا مثل المادة الثانية عشر التي يعني تفيد مصالح أشخاص ولم تفيد مصالح آخرين. ولكن أنا أقول في هذا التوقيت أن هذه الانتخابات كان يحلم بها الشعب الليبي. يعني أنا أصف المشهد الآن، المشهد الليبي بين أحلام أم واقع. أحلام الشعب الليبي أن تقوم وأن يكون لهم رئيسا للبلاد وأن يكون لهم قاعدة دستورية وأن يكون لهم انتخابات تشريعية تقوم مرة أخرى إلى ما كانت عليه ليبيا في الأعوام الماضية. أما الجزئية الثانية بخصوص السيناريوهات القادمة، يخرج علينا من يخرج مرات تلو مرات في الأيام القادمة ويقول أن هذه الانتخابات سوف تزور تزويرا كبيرا وسوف يعيق هذه الانتخابات بأشياء كثيرة جدا. ولكن لابد أن نتكلم في هذا التوقيت أعمق، يعني نتكلم بعمق أكثر من ذلك بالنسبة لهذه الانتخابات. لابد نتكلم أيضا على دور الولايات المتحدة الأمريكية، لابد نتكلم عن روسيا وتركيا. هناك المشكلة الكبيرة التي أراها من وجهة نظري هي مشكلة طرابلس وهذه الميليشيات وهذه المرتزقة الأجانب، لأن طرابلس هي يعني بمعنى أصح هي مسلحين ومرتزقة هناك، ومعظم المدن المجاورة هناك في طرابلس. طيب. ولكن الأيام القادمة سوف تشهد احتداما أكثر من الأيام السابقة. طيب سيد محمد اليمني، في رأيك هل العقبات
المتعلقة بالميليشيات وأيضا كما ذكرت القاعدة الدستورية وأمور أخرى متعلقة بالمجتمع الدولي الذي تخططه طبعا لليبيا، هل تشوف هذه كل عقبات ممكن أن تحل في شهر واحد؟ أكيد لا، يعني لم تحل في سنة، هل تحل في شهر واحد؟ يعني قامت مؤتمرات كبيرة ومجالس وندوات وآخرها في باريس بقيادة إيمانويل ماكرون، وكان الأهداف أن تخرج المرتزقة الأجانب، وأن في هذا التوقيت أنا أرى من وجهة نظري أن ليبيا رجعت إلى مربع الصفر من أول وجديد، هذه نقطة. أما النقطة الأكثر أهمية التي أراها من وجهة نظري أن عدم خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا هي يعني معضلة كبيرة جدا تؤثر على هذه الانتخابات، لأن هنا يوجد مصلحة كبيرة جدا، ألا وهي إن تمت الانتخابات وجاء الرئيس للبلاد ويوجد ديمقراطية هناك في ليبيا، هذا يؤثر تأثيرا كبيرا وخطيرا على هذه الميليشيات وعلى هذه هناك الإخوان المسلمين بقيادة المجلس الرئاسي بقيادة خالد المشيري، لأن هذا سوف يؤثر على مصالحهم الشخصية ومصالحهم العامة، لأن كما نعلم أن الشعب الليبي لا يريد الإخوان المسلمين، أن الشعب الليبي فهم هذه اللعبة الكبيرة، وأن وجود المرتزقة والإخوان هناك في بعض المدن طرابلس، ترغونة، الزاوية، مصراتة، معظم هذه المدن هي معقل الإخوان المسلمين، هم متواجدون لأسباب كثيرة جدا. أيضا لابد هم لعبوا على أشياء كثيرة في الأيام الماضية، ألا وهي لأن هذه الانتخابات تؤثر على مصلحتهم، لعبوا على الرفض والمماطلة، رفض الانتخابات تماما والمماطلة في هذه الانتخابات كذلك، وأيضا لعبوا على التحريض والتشكيك، لعبوا على تحريض، يعني لابد أن أتكلم بما ذكرت التحريض، خرج علينا من خرج بالنسبة لصادق الغرياني من واضح محمد اليمني، الانتخابات محرمة شرعا. نعم واضح سيدي الكريم. في أطراف ليبيا تطالب باستقالة دبيبة وسيف الإسلام القذافي، هل تتوقع بأن دبيبة وإسلام أيضا سينسحبان من هذه الانتخابات؟ أنا أرى لابد أن أتكلم في البداية عن عبد الحميد الدبيبة، لأن المادة أو القانون الذي أصدره برلين بأن الذي يريد يدخل الانتخابات لابد أن يقدم استقالته قبل هذه الانتخابات بثلاثة أشهر، الذي فعل هو المشير خليفة حفتر وبعض القيادات هناك أو بعض المرشحين، هذه نقطة. أما النقطة الثانية بالنسبة لعبد الحميد الدبيبة لم يفعل هذا. النقطة الثالثة التي أيضا أراها من وجهة نظري، عبد الحميد الدبيبة لم يعمل على الهدف الأساسي، ألا وهو تيسير العملية الانتقالية وتوصيلها الانتخابات نزيهة وشفافة ومقبولة من قبل الليبيين. أما النقطة الرابعة بخصوص سيف الإسلام، كما نعلم أن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت سببه الأكبر بعدم توغل روسيا في الشأن الليبي أكثر من ذلك، وأيضا كما نعلم الدعم الكبير من روسيا لسيف الإسلام هناك في ليبيا، فأنا أرى لا ينسحب هؤلاء المترشحين، لأن هذا له مصالح وهذا أيضا له مصالح، وشهدنا في الأيام الماضية ما فعله عبد الحميد الدبيبة، انخرط وضرب كل هذا عرض الحائط بدخوله سباق الرئاسة وتركه العمل الأساسي والهدف الأساسي. وكما نعلم سيف الإسلام له ما عليه وله، يعني كما نعلم أنه ابن معمر القذافي، وأيضا مطلوب من قبل المحكمة الفيدرالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، ولكن لابد أيضا نتكلم في هذا التوقيت عن القضاء الليبي، لأن القضاء الليبي ليس على ما يرام، ليس قوي كما كان من قبل، لأن القضاء الليبي مضغوط من قبل المترشحين إلى رئاسة الجمهورية في هذا التوقيت. السيد محمد اليمني، نعم سيدي، لو نتحدث عن أهلية المرشحين الذي تحدثت عنهم قبل قليل، هل تشوف أنه أهلية المرشحين التي يبدو أنها استفزت ربما المجتمع الدولي وحتى المنظمات الحقوقية، هل تشوف أنه أهلية بعض
المرشحين تطرح ربما إشكالية كبيرة في حال تم من جديد تحديد موعد الانتخابات في ليبيا، كيف ترى ذلك؟ أكيد يعني يوجد مشاكل وإشكاليات كثيرة جدا. يعني أنا هنا أذكر نقطة خرج علينا هناك بالنسبة للإخوان المسلمين وقالوا إن لابد من أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبي الذي تدعمه تركيا ورجب طيب أردوغان يصدر القائمة ويستبعد تماما المشير خليفة حفتر، لأن كما يوجد مشاكل وانقسامات داخلية يوجد أيضا مشاكل وصراعات خارجية. فالمشاكل التي أراها من وجهة نظري أكثر أهمية هي في الداخل وليس في الخارج، لأن المشاكل الداخلية التي عاقت العملية الانتخابية التي كانت المفترض أن تقام في هذا التوقيت. وهنا ذكرني موقف أو ذكرني نقطة غاية في الأهمية، ألا وهي أن معنى أن الليبيين أكثر بطاقات الانتخابية أكثر من 2 مليون شخص يريدون يعني صناديق الاقتراع والخروج حتى يدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فهذا إن دل يدل على أن الليبيين كانوا يحلمون بهذا التوقيت، ولكن وقف أمامهم مشاكل كثيرة. بالنسبة للولايات المتحدة والأطراف الخارجية لهم دور كبير، الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن استقرار ليبيا هو استقرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التوغل أكثر فأكثر بالنسبة للروس، وأيضا بالنسبة لتركيا في هذا التوقيت كما نعلم تمت المصالحة بين الإمارات المتحدة وبين تركيا وأيضا مصر وبين تركيا لأسباب كثيرة، وتركيا الآن يعني تجد أن الانتخابات هي استقرارا لليبيا، ولكن من قبل كانت لا تريد هذه الانتخابات موضوعا، وكما فعل هناك في باريس تركيا خرجت علينا واعترضت على إيمانويل ماكرون بقيادة هناك في باريس في فرنسا، وقالوا أن هذا القانون لا يصلح لتركيا وأن هذه الأجواء لابد أن هذه كانت اتفاقية بخصوص هذه القوات. ولكن أنا أتكلم الآن أن المشاكل كثيرة جدا، منها عدم خروج المرتزقة، منها الأطراف الداخلية، ومنهم 3 أطراف داخلية الآن في هذا التوقيت. نتكلم عن سيف الإسلام، نتكلم أيضا عبد الحميد الدبيبة. طيب كيف يمكن للسلطات الليبية سيدي الكريم الاستفادة طبعا من تأجيل هذه الانتخابات والقبول بجميع المترشحين الذين تم رفضهم من قبل الميليشيات يعني على الأرض ومن الطرفين؟ أكيد لابد أن يعيدوا حساباتهم ويكون في قاعدة دستورية. أنا أرى من وجهة نظري أن الانتخابات التشريعية هي كانت الأولى أن تقام قبل الانتخابات الرئاسية، لأن هذا سوف يعني يديهم قوة أكثر بكثير من الانتخابات الرئاسية، لأن إن كانت تمت هذه الانتخابات كانت ستسجل إخفاقا دوليا وإخفاقا كبيرا جدا. لماذا؟ لأن المشكلة في من يعرقلون لهذه الانتخابات، ويخرج علينا من يخرج ويقول أن هذه الانتخابات تم تزويرها تزويرا كبيرا جدا من قبل المترشحين. نعم. هذا من جانب. أم من جانب آخر أنا أرى لابد نوفي هذا التوقيت على يعني انتخابات تشريعية قبل الرئاسية. نعم. هذه نقطة. شكرا. الثانية لابد من يعني قانون يحمي المترشحين ويحمي المنتخبين ويحمي كل شيء هناك في ليبيا. واضح محمد اليمني، الوقت داهمنا، شكرا جزيلا لك محمد اليمني محلل سياسي مختص في الشأن الليبي، كنت معنا عبر تقنية سكايب، شكرا جزيلا لك.